إضاءة، كاميرات، مشتركين، 4 نجوم كبار، ومسؤولية كبيرة، مسؤولية تمثيل علم، مسؤولية تمثيل وطن، وأغنية واحدة. أغنية كانت كفيلة بتغيير حياتي بكاملها. أنا يلي بستعمل الموسيقى كعلاج نفسي للأطفال، اكتشفت إنه الغناء هو العلاج الوحيد لأحلامي. انطلقت برحلة من المغامرات والتحديات والمنافسة. كل مرحلة كانت خطوة جديدة بحياتي، وكل خطوة كانت جرعة إضافية لأحلامي. زي ما أبوي بيحفر على خشب الزيتون، قررت أحفر اسمي على مسرح عرب آيدل. مبروك تأهلت. صوتولي على الرقم 25، يعقوب شاهين، فلسطين.